السباق الحمد لله كان شويه صعيب، واستطعت نحصل على المركز الثالث بالمنافسه مع زيمبابوي ومصر وتونس، والحمد لله على كل حال. بهذه المناسبه كنبغي نشكر بزاف الفيدراسيون غاي ماركان سبور بورتوس ونادي امل انسكان اللي ديما كيساعدوني ماديا ومعنويا. نعم الاصابه هي اللي حصلت لي في طوندون داشي، ولكن الحمد لله استطعت نتزوجها وحصلت على ميداليه برونزيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.